منتابع سوا مشاهدينا جولتنا على أهم الأحداث اللي عم بتصير حاليا أو قريبا بلبنان. ومحطتنا التالية هي محطة موسيقية بامتياز، حفل موسيقي مميز للمؤلف الموسيقي ناجي حكيم اللي بيعود ريعه لدعم جمعية أكسوفيل. تفاصيل أكثر مع السيد ناجي اللي موجود معنا بالاستوديو حتى يخبرنا عن هالحفل المميز. أهلا وسهلا فيك سيد ناجي، شرفتنا. أهلا فيكي مدام. هالكونسير حوار بين أوركسترا، نعم، وأورج. اسمح لي قبل بس رحب بضيفتنا كمان من جمعية أكسوفيل سينتيا بدر الهاشم. أهلا وسهلا فيك سينتيا، رح تعرفينا أكثر عن هالجمعية، ولكن بعد ما يشرح لنا شو ناطرنا بهالحفل المميز ب 8 نوفمبر. بقى حوار بين أورج وأوركسترا، نعم. وعلى الأورج رح بيكون في ماري برنادات دي فورسي من فرنسا، هي بتكون زوجتي، وأنا بيلين غارثيا اللي جاي من إسبانيا. ماري برنادات دي فورسي رح تلعب كونشيرتو نمبر 3 للأورج وسترينج أوركسترا. سترينج أوركسترا جاي من اللبنانيز في الهارمونيك أوركسترا، نعم. أنا بيلين رح تلعب لأول مرة، يعني وورلد بريمير، كونشيرتو نمبر 5 ميشان أورج وأوركسترا مع تيمباني، ومشان التيمباني رح بيكون في ميا بوبيسكو اللي جاي كمان من اللبنانيز في الهارمونيك أوركسترا. يعني موسيقيين عالميين رح يشاركوا بهالحفل، بها كمان رح تضووا أكثر على هالآلة اللي هي كمان آلة أنت برعت فيها، آلة الأورج. أنا من درست الأورج من لما كنت طالب بمعهد القلب الأقدس ببيروت، وبعدين صرت أورغانيست تيتولير ببازيليك ساكري كور بباريس، ولحد هلا بعدني بلعب أورج كسولويست، يعني بكونسيرات، ولكن هالمرة رح بإيد الأوركسترا. نعم. سيد ناجي، طبعا تميزت بالفن اللي بتقدمه، وكمان اليوم عم بتبرهن انه عندك روح انسانيه كبيره من خلال هالتعاون بينك وبين جمعيه أكسوفيل. شو اللي شجعك على هالخطوه؟ المحبه، وتعرفت على نبيله فارس، هي البريزيدنت تبع، نعم، أكسوفيل. نعم، تحيه. نعم، وهيك صار المشروع. حلو. وكنا بدنا نعمل كونشيرتو نمبر 5، صارت مناسبة عظيمة مشان تنعمل هالبروجيكت مع بعض. يعني فرصة مميزة لمحبي الموسيقى، وخاصة هالنوع من الموسيقى بيتمتعوا فيها، لأنه مش دايما أنت بتكون موجود بلبنان، وبنفس الوقت بيساهموا بتحقيق أهداف جمعية أكسوفيل اللي راح تعرفينا أكثر عنها شوي. للي ما بيعرفوا عن عملكم خبرينا شوي. مزبوط، أكسوفيل جمعية خيرية بتهتم بالولاد ذوي الاحتياجات الخاصة، فئة التأخر الفكري. وهلأ نحن عم نحتفل بعيدنا الأربعين، وهيدي السنة رح يكون في عنا بيج إيفنت، وأول إيفنت مبلشين فيه هو أول إيفنت بالأيوبي مع The Famous Composer Conductor ناجي حكيم، رح تكون بالأسمبلي هول، وعم نبيع التيكت بليبراري أنتوان. وكمان اللي بيهتم في فوت على الويب سايت تبعنا والسوشيال ميديا بيشوف الفلاير اند اول ذا انفورميشن محطوط عليها. وكمان في سبيشال برايس للتيكتس للستودنتس، الستودنتس ذي ويل جيت ات ب $25. سو هيدي ات ورث كمان اسعار خاصه للطلاب اللي حابين يحضروا الحفل. مزبوط. وبنذكر انه بيعود ريع هالحفل، بيعود ريع الحفل لجمعية بارت لجمعيه أكسوفيل، وبارت ثاني للألم ناي تبع في عنا القدامة تبع جمعية تبع الأيوبي، نعم، كلية الهندسة يلي تخرجوا بالسنة 64. نحن في عنا أور كونسلتنت بأكسوفيل مسيو نيكولا غانم، هو تخرج من الأيوبي بال 64. دونك هيدي البروموسيون عاملين مثل فاند كمان بيروح لها وللتلاميذ بالأيوبي تيساعدهم بالتويشنز تبعهم. سو بارت لأكسوفيل وبارت للستودنتس كمان، يعني ولادكم وطلاب الجامعة. خلينا نشوف البروموسيون لهالحدث. أكسوفيل in coordination with the American University of Beirut presents composer and conductor ناجي حكيم on Thursday, November 8, 2018 at 8 p.m. at the Assembly Hall, AUB. Tickets on sale at Librairie Antoine, all branches. Proceeds from the concert will support Aksovel and the FEA 64 fund. خبرينا شوي سينتيا أكثر عن تعاطيكم مع الأولاد، كيف بتتراوح أعمارهم؟ بعرف أنه بتشتغلوا على تطويرهم فكرياً نفسياً واجتماعياً كمان. مزبوط.
نحن الاولاد عندنا ببلش من الاعمار 4 سنين ل 17 سنه. هيدا الديبارتمنت اسمه كاريس. الاولاد بيجوا على المدرسه عادي دوام عادي، عم بيتعلموا مات، عم بيعملوا تياتر، عم بيتعلموا، عم بيعملوا سبور، كل شيء اكيد كل واحد حسب الكاباسيتي تبعه. وكل هدول الاطفال متابعين من تيم سبيشاليزي، يعني بتابعهم فريق من المتخصصين، فريق متخصصين بتابع كل ولد بحالته، كل ولد شو البروجرام اللي لازم يتبعه. وعندنا كمان من بعد ال 17 سنه عم بيضلوا عندنا ليزادولت، الاشخاص يلي اكبر من 17 سنه عم بيكونوا عم بيشتغلوا بالمشاغل المحميه باكسوفيل، يلي هن البوتري الفانري، عم بيشتغلوا موزايك. نعم. قالوا دائماً دائماً الشخص عنا عم يكون عم يتحضر لحتى فكرياً ولحتى يقدر يطلع وينخرط كمان بين المجتمع. دمجن، إعادة دمجن بالمجتمع. وبتشتغلوا كمان على ثقتهم بنفسهم، لأنه لما بيشوفوا إنه عندهم مهارة أو قدرات عم بيشتغلوا عليها، هالشي بيخليهم يحسوا إنه they fit in. مزبوط مزبوط، وخصوصاً هذا الشيء عم ببين بالتياتر اللي بنعملهم. يعني نحن كل فترة عنا تياتر مع جورج خباز، الأولاد بيمثلوا، بتشوفيهم بيطلعوا بكل ثقة عم بيلعبوا أدوار، يعني شيء كتير بروفيسيونيل. سيد ناجي، منلاقي أوقات إنه الأولاد أو الأطفال اللي ذوي الاحتياجات الخاصة بيكون عندهم مهارات أو قدرات يمكن ربنا سبحان الله بيعوض لهم فيها، ممكن تكون أوقات قدرة موسيقية أو موهبة موسيقية؟ أكيد كل شخص بيقدر يعطي شيء من نفسه، وأهم شيء إنه يكون فاتح ايديه مشان الله يعطيه وهو بيعطي. وهالكونسير مناسبه مش بس للدنين، لعيون كمان. الواحد بيتسمع، هذا سرافينسي كان يقول الموسيقى مش بس للدنين بس للعيون، بتحرك كل الحواس. اكيد. حلو. فإذا من جد دعوتنا لكل اللي عم يحضرونا، لكل اللي بيحب الموسيقى، موسيقى كلاسيكية فقط، كلها من تأليفك سيد ناجي؟ كلها من تأليفي، ولكن لكل الناس. نعم. مش إنه يعني لسبيشاليست أو. نعم. 8 نوفمبر أي 8 ساعة؟ 8 نوفمبر الساعة 8 بالليل بالأيوبي بالأسامبلي هول. وبيعود ريعة لدعم جمعية أكسوفيل. وكمان الستودنتس يلي هلا بكليه الهندسه بالايوبي بهالشيء بيساعدهم بالتوشن تبعهم. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. اهلا فيكي. وقفي مشاهدينا ومنتابع سوا لايف.